السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عمر سليم ودلوقتي هنشوف مع بعض أنيمي ميكر. أنيمي ميكر من اسمه هو بيعمل أنيمي، بيعمل كرتون بشكل سهل جدا وبسيط. طيب تعال نشوف الموقع هنشتغل عليه ازاي. أول حاجة هنا هتبدأ تقول له أنا عايز أعمل فيديو، فبيديك نماذج. طب أنا عايز أعمل برزنتيشن، فبيديك برضو نماذج. طب فويس أوفر، ماي تولز، فيديو. طيب خلينا نختار مثلا فيديو ونقول إن هو حاجة لليوتيوب. هيبقى عبارة عن شطات وسهل جدا ان انت تشتغل عليه، مش مطلوب منك تتعلم حاجات صعبة ولا حاجة. طيب وليكن مثلا انا الشكل اللي احنا عايزينه، وليكن مثلا هابي بريزدي مثلا، ذا ثانك جيفينج. امريكا كانوا قاعدين جعانين وبعد كده جت سفينه فيها شويه ديك رومي فعملوا عيد الشكر دوت. تاريخ بكل بساطه تقدر تختار اي شخصيه وتبدا ان انت تسحبها وان انت تحطها بحيث ان الشخصيه دي هي اللي هتتحرك او هي اللي هتتكلم زي ما انت عايز. بيبقى عندك مشاهد كتيره تقدر ان انت تضيف اي مشهد انت عايزه. يبقى عندي مشهد تاني اهوت، المشهد التاني مثلا ممكن اضيف ليه الشخص دوت، ممكن تضيف تكست لو انت عايز. ممكن مثلا نختار الحاجة بشكل دوت، تقدر تكتبها بالعربي. تقدر تكبر التكست زي ما انت عايز. مجرد عمل سيلكت ممكن تقول له اكشن وتقول له انا عايزه يعمل الاكشن دوت. كان هو بيدردش. طيب خلينا نضيف لقطه كمان. ممكن تقول له انا عايز اضيف شخصيه اخرى مثلا دوت. الاكشن بتاعه عايزه يبقى عامل ازاي؟ مثلا يبقى مدرس بيشرح حاجه معينه بالشكل دوت. تقدر تيجي هنا وتشوف البرزنتيشن بتاعك. هو هيجيب لك مشهد 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 ورا بعض. عايز تشوفهم كلهم ورا بعض ممكن تيجي هنا وتقول له بريفيو، فيبدا يجيب لك ده 10 ثواني، ده 10 ثواني، ده 10 ثواني. طبعا تقدر تتحكم في كل حاجة فيهم. يعني ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اقلل المدة ديت، هو اوتوماتيك هيبدأ يظبط لك المدة. الملف الصوت تقدر انت تخفيه او تلغيه زي ما انت عايز. تقدر تضيف ميوزك، تقدر تضيف فيديو، تقدر تضيف صور، تقدر تغير الباك جراوند. بعد ما تخلص تقدر تشارك الملف ده مع اصدقائك او تعمله بابلش بحيث ان الناس كلها تشوف. تقدر تحمله كفيديو او كصوره جاي اف او تعملها بابلش على الفيسبوك او على اليوتيوب او على الانستجرام او سناب شوت او تيك توك أو كل الحاجات دي تقدر انت تشارك الفيديو بتاعك عليها والافضل انت تحمله وبعد كده ترفعه زي ما انت عايز. وفي تولز كويسة تقدر مثلا تقدر تعمل سمارت زمبين صورة مصغرة، تقدر تحول بي بي تي باوربوينت لفيديو، تقدر تعمل ريسايز وهكذا.